خلينا نروح نشوف ده بيحصل ازاي في جنوب افريقيا وصدى خبر تعاقد الاهلي مع موسيماني. معانا لورنز كوهلر الصحفي بجريده كيك اوف الجنوب افريقيه من خلال فيديو كونفرنس. اهلا بيك على شاشه الاهلي في السادسه مساء. ألف شكر أحمد، يشرفني أن أكون معكم، وأنه لمن دواعي سروري أن أكون مدعو إلى قناة الأهلي. يمني أعرف منك في البداية، إزاي استقبل الشارع الرياضي في جنوب أفريقيا خبر تعاقد النادي الأهلي في هذا التوقيت؟ طبعا توقيت مهم بالنسبة للنادي الأهلي قبل مباراة قبل النهائي دوري أبطال أفريقيا مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. كان الموضوع بالنسبة لي كصدمة سواء لنا كصحفيين أو لمتابعي الكورة، وكان شيئا لم نتوقعه البت. منذ أسبوع، يعني على بعد أسبوع من الموسم، وعلى بعد أشهر قليلة من، نحن كنا نعلم أن هناك تفاوضات مع الأهلي ومع كازابلانكا الوداد، ولكن لم نتوقع أن تكون هذه الخطوات بهذه السرعة الفائقة وخروجه من فريق سانداون. نحن نعلم أن بيتسو موسيماني هو من أكبر المدربين في أفريقيا، وهو شيء ما حدث الآن هو شيء لم يحدث من قبل. سرعة الانتقال والخطوة التاريخية التي حدثت هي بالنسبة لنا جميعا مشوقة ومجال لإثارة اهتمامنا. وجود موسيماني على رأس الجهاز الفني لواحد من أكبر أندية العالم وأكبر نادي في أفريقيا، نادي القرن الأفريقي، يمثل إيه ل يعني الشارع الرياضي في جنوب أفريقيا، وكيف تنظر ليه أيضا جماهير الكرة في جنوب أفريقيا؟ نعم، كلنا ننظر إلى بيتسو موسيماني كبطل، وأعتقد أن كافة شعب ساوث أفريقيا في هذه اللحظة هم مشجعين النادي الأهلي. كل ما نعرفها عن الأهلي، يعني كلنا الآن أصبحنا نتابع أخبار الأهلي سواء على السوشيال ميديا، وأصبحنا نحاول الحصول على صورة أعم. وحين علم الجموع عامة أنه أكبر فريق في أفريقيا، كلنا نقدر كم أهمية أو حجم المسؤولية الموضوع على بيتسو، وهو شيء يشرفنا. وحين تابعنا الصور والفيديوهات ولقاءاته مع الكوادر في النادي، كلها رفعت من معنوياتنا وأشعرتنا بالمسؤولية والسعادة في ذات الوقت. يهمني أعرف منك كمان يعني أهم ملامح نجاح تجربة موسيماني مع سان داونز، وهل بترى من وجهة نظرك أنه عنده القدرة على تكرار التجربة مع النادي الأهلي؟ نعم، 7 مواسم كان موسيماني هو يحمل فريقه إلى الربح، ولم يخسر أي من المباريات، أعتذر، أي من المسابقات. وبالتالي الانتقال إلى الأهلي كانت الخطوة التالية الطبيعية له. فحين نرى إنه مثل جوارديولا، يعني جوارديولا حقق 6 مواسم في إنجلترا مثلا، هناك آخرين الذين قدموا نجاحات متتالية. وأنا أعتقد أن موسيماني لديه النظرة الفنية ولديه الموهبة ولديه القدرة على جلب الفوز، وبالذات لأكبر فريق في أفريقيا، وهو شيء يمثل لنا جميعا كأفريقيين نقطة انتقال مهمة. طب ممكن تكلمني عن انضمام أيضا كيفن جونسون للجهاز الفني للنادي الأهلي، وإيه البصمة اللي ممكن يتركها مع جهاز موسيماني؟ كيفن جونسون هو
مدرب مطلوب جدا ومحبوب جدا في ساوث أفريكا، في جنوب أفريقيا. لديه كذلك سوابق يعني كلها إيجابية، وهو أحد أهم المدربين الذي أدخل إلى الملاعب لاعبين كبار ونجوم كبيرة، وهو كذلك شخص لا يخاف من أن يكبر وأن يدعم المواهب الشابة والصغيرة، لأن كذلك ما نراه في تاريخ الأهلي أنه كان دائما المنصة التي يتقدم من خلالها النجوم على المدار الطويل منذ بداياتهم وإلى أن يصبحوا نجوم عالميين. ومن هنا نرى أنه كان مساعد لموسيماني هو ما قد يحمل لنا الكثير من المفاجآت. مستر كوهلر، أنا عارف أنك كنت موجود في مصر قريب لتغطية فعاليات بطولة أمم أفريقيا، ويمكن أثناء زيارتك للقاهرة قمت بزيارة وجولة داخل النادي الأهلي. يهمني أعرف برضو كانت إيه هي أهم انطباعاتك. اللحظة التي دخلت فيها القلعة، قلعة الأهلي، يعني أصبحت أشعر بالصغر مقابل كل الكؤوس والملاعب والإدارة وحجم التنظيم وحمامات السباحة وعدد المحبين النادي. أصبح الأمر بالنسبة لي كما دخول إلى عائلة كبيرة. فما رأيته أو ما شعرته هو أنكم لا تنضمون إلى الأهلي، لا ينضم يعني مش حد بيبتدي يحب الأهلي، لا ده احنا بنتولد أهلاوية. وهو بالتالي كل يعني ما شعرت به حين وقفت أمام 19 كأس، وهو شيء لم يعني أعاصره في حياتي من قبل. وكذلك الحفاوة التي قابلني بها أهل النادي جعلتني أشعر أني مهم وأني رئيس في زيارة النادي. وبالتالي أنا لهذا أتقدم بكل الشكر للسيد سراج لحفاوته ودفء اللقاء، وأنه لا يسعدني أن أكون قد مررت بهذه التجربة في مساري كصحفي، وأنه لا يسعدني أن أرى التقدم المستمر للأهلي وأتابعه باستمرار. لورنس كوهلر، انت كنت كتبت موضوع بالفعل بعد الزياره دي في الجريده في جنوب افريقيا عن الزياره، يمكن خلينا نقول كده اهم عناوين ما كتبته في الصحافه الجنوب افريقيه. النقاط الأساسية في هذا الموضوع الذي كتبته كان لحمل المتابعين للجريدة أن يشعروا ما هو النادي الأهلي ونجاحاته ومستواه العالي على سواء على مستوى الإنساني أو الفني. وشرحت في ما كتبته من بين ما كتبته كيف أصبح هذا النادي كذلك مؤسسة اقتصادية ومؤسسة ناجحة، وكيف كان لهم أن يتمتعوا طوال هذه الأعوام بالنجاح والتفوق كذلك على المستوى الأفريقي، ليس فقط كنادي كرة ولكن كنادي رياضي في مجمله، وتاريخه الطويل الذي سمح له أن يصبح من 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 الفائزين في الأفريكان نيشنز كاب والأفريكان شامبيونز ليج. الأهلي هو النهاردة كلنا الأهلي، وبالتالي يسعدني أن أرى أن الاتحاد وصناعة الكرة وصناعة الميديا وأن يكون لهم قناة تلفزيونية خاصة مثل التي أنا الآن ضيف عليها، هي وكذلك صناعتهم للميديا وقدرتهم على خلق جو رياضي على مستوى قومي هو نقاط بالتالي شدت اهتمامي، وأردت أن أحفز الجمهور أن يعلم بها. لورنس كوهلر، صحفي بجريدة كيك أوف الجنوب أفريقية، بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى نشوفك دايما في مصر، ونتمنى نشوفك مرة تانية في النادي الأهلي. بشكرك على وجودك معنا.